السبب الرئيسي ايه هو لتكوين المية البيضاء؟ غالبا السبب الرئيسي لتكوين المية البيضاء في العين هو التقدم في العمر، لان اعتلال عدسة العين ده غالبا بيبقى جزء طبيعي من الشيخوخة، لكن في اسباب كتيرة تانية ممكن برضو تؤدي للمية البيضاء، زي اصابة العين بامراض مثل التهاب القزحي او الاعتلال السكري، العلاج بالكورتيزون لفترات طويلة، العلاج الاشعاعي، اجراء عمليات داخل العين، التاريخ العائلي للاصابة بالمية البيضاء، حتى ان كمان في نوع من المية البيضاء بنسميه المياه البيضاء الخلقية الموجودة في حديث الولادة، ودي غالبا بيكون نتيجة خلل جيني او اصابة الام اثناء الحمل ببعض الفيروسات زي فيروسات الهربس او الجدري النائي. مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة.